اليوم مجتمعين في هذه الندوة اللي هي جد مهمة ديال اللي كتهم الوقود الكهربائي هو وقود المصنع من 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 الطاقات المتجددة، وهذه واحد المرحلة جد مهمة لأنه من بين القطاعات اللي بغينا نشتغلوا عليهم مع طبعا القطاع الخاص والقطاع العام، هو المكانة ديال المغرب في مجال النقل البحري وأيضا النقل طيران أيضا، لأنه بعض المجالات خصوصا أن أوروبا وبعض الجهات وبعض القارات اللي كتحط بعض لي تاكس ولي ميكانيزم داجوستومون فرونتيير، لأنه ما تمكنش الطائرات ديالنا والبواخر ديالنا أنهم يتنقلوا في المدى القصير والمدى المتوسط. فهذه مناسبة باش نشوفوا كيفاش نعزوا المكانة ديال المغرب في هذا القطاع ديال اللي هو قطاع جد مهم في الانتقال الطاقي. وطبعا غادي نتكلموا على بعض الإكراهات اللي كاينه في هذا المجال، ولكن ايضا غنتكلموا على المؤهلات ديال المغرب. طبعا المؤهل الاول هو المكانه ديالنا في الطاقات المتجدده والاستراتيجيه الطموحه اللي حطها جهه الملك الله ينصره في هذا المجال، ولكن ايضا المكانه ديالنا الاستراتيجيه فيما يخص نقطه التلاقي ديال الطرق ما بين افريقيا واوروبا والمحيط الاطلسي، خصوصا اننا عندنا واحد الرؤيه جد مهمه في هذا المجال. فهذه طبعا غتمكن ايضا المغرب باش يحط المكانه ديالو في هذا المجال بطريقه سريعه، وكنحث على السرعه ديال هذا التحول، خصوصا اننا في واحد طبعا واحد السياق الدولي اللي كيتميز بتذبذب الاسعار بالمشاكل الجيوستراتيجيه ما بين الدول، ولكن ايضا كيتسم بالتسريع ديال الانتقال الطاقي في جميع المجالات. كيف ما كتعرفوا الانتقالات الطاقيه الكبرى اللي كانت في القرن 20 خدات واحد ثلاثه العقود 30 عام 40 عام، دابا تنشوفوا انه هذا الانتقال الطاقي اللي تنشتغلوا عليه اليوم غادي ياخذ اقل من 10 سنوات. فلذلك بغينا نعبئوا كل الطاقات المغربيه بما فيها طبعا القطاع الخاص والقطاع العام، ولكن ايضا غنحثوا ايضا على الدور ديال لا ريشيرش ديفلوبمون ديال الابتكار وديال التاهيل ديال العنصر البشري في هذا الانتقال الطاقي بطريقه طبعا جد سريعه.